ठाकुल्लल बस्ते पतकाऊदा मालुम महसूरा इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ा लमन यशाउ यक़दिरु इन्नहु काना इबादी खबीरन बसीरा ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالكيل إذا كلتم وزن بالقسطاس قسطاس المستقيم ذلك خير حسنة إلا وتفهم وليس لك بعلم إن السماء والأبصار والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخزي الأرض ولن تبلغ لوق الجبال وطولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لا تقولون قولا عظيما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا في هذا القرآن ليذكروا وما يهديهم إلا يدلهم إلا نفسهم قل لو كان مما إليه تهنكم كما يقولون إذا لا يثبتون إلا بتخواها إلى هذه العرش سبيلا سبحانه تعالى ما يقولون له كبيرا قوان كبيرا تسجد له تسبه السماوات والأرض السبيح والأرض من فهين وإنها من شهي الله يسجد بهم من آر ولكن لا تخسرون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت قرآن جميلا لها بينك وهوايا بن الذين لا يعلمون بما خير تهجها باتا بن مستورا وجعلها على قلوبهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك عالم بمن في السماوات والأرض
ولقد فصلنا بعض نبيين على بعض وآتينا داود الزبور آتينا داود داود الزبور زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضري عنكم ولا تاويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الواصلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودان قد مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن رب أحاط بالناس وسجعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيان كبير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال وأسجد لمن قال أسجد لمن خلقت تاتينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت على أخرتني إلى يوم القيامة إلى أهتاني كان ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزر زمن استتاتا منهم بصوتك وأجلب عليهم بقيلك ورجيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يعدهم شيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل وكيلا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي
लाको मुल फुल काफिल बहरे ले तब ताहु मिन फजले ही इन्नाहु काना बेकुम राहीमा व एजा मस्सा को मुज़ुर्रो फिल जारे बजरे बहरे जल्ला मन तद ऊना इल्ला इया हो फालम्मा नज्जाकुम एलल बर्रे आरज तुम वाकानल इंसानो काफारू आफ कफूरा आफा आमिन तुम अन अयक से फा बेकुम जाने बल बर्रे औयुर से ला आले कुम हा से बन सुम्मा ला ताजे दूला कुम वाकीला अम आमिन तुम अयो ईदा कुम फी हे तारा तन उखरा फायो फायुर से ला आले कुम खा से फम में नर्री हे फायुग रे खा कुम बे मा काफर तुम सुम्मा ला ताजे दूला कुम आले ना बे ही ताबी आ वाला खद करम ना बानी आदामा वाहा मल ना हुम हम ना लहुम फिल बर्रे वल बहरे वारा जखना हुम में न तैये बाते वाफजलना हुम आला कासीरिम में मन खालखना तनजीला तफजीला يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتاب بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم صل على محمد وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نمنا على الإنسان عارضا ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا اللهم صل على محمد ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وهدينا بما تلونا من آيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا إنك أنت السميع العليم ولا تزر به وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبر مؤنسا وفي قيامة شافعا وعلى صراط جوازا وفي كل جنة رفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا اللهم آتنا ببركة القرآن الخير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيارة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين وأشرنا في زمرتهم وتحت لبائهم وتقبل فينا شفاعتهم وجعلنا فائزين بدولتهم ورجاتهم ورزقنا طعام فرجهم وتجاوزا سوء ما عندنا بحسن ما عندهم واقض حاجاتنا بحرمتهم واقض ديوننا بروتهم واشف مرضانا وحافظينا مسافرنا انصرنا على من ظلمنا وعادانا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا وفرج عنا همومنا واكشف عنا غمومنا واقض عنا ديوننا واكف عنا ما همومنا من امور دنيانا واخرتنا انك على كل شيء قدير وبكل شاين خمير آمين آمين يا رب العالمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا وصل على محمد وآل محمد وآل محمد بار الہ واسطہ پنجتن پاک چہر دم آسمین بہتر شہدائے کربلا کا ہماری تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما حاضرین مسجد کے تمام دینی و دنیا مقاصد کو برلا آج کے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما جو جو مومن و مومنات بیمار ہیں گھروں میں زیر علاج ہیں دواخانوں میں شریک ہیں خصوصاً اکبر بھائی صاحب حیدری بیگم صاحبہ ساجدہ بیگم تاج صاحبہ غنی حیدر صاحب طاہر زیدی صاحب نرجس فاطمہ صاحبہ آصف علی صاحب شہر بانو صاحبہ اور حاضرین میں جو بھی بیمار ہیں باقی بیمار کربلا تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے جلدی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن و مومنات مرحومین حضرت آدم تائندم بالخصوص سید عباس حسین پرویز ابن سید احمد حسین صاحب بانی عاشور خانہ میر عثمان علی خان بہادر مرحوم زہرا بیگم مرحومہ باخر موسی مرحوم سیدہ وزیرہ سجاد مرحومہ نکھت فاطمہ صاحبہ مرحومہ سید حسین کاظمی صاحب مرحوم سید فدا حسین کاظمی صاحب مرحوم سید زوار حسین کاظمی صاحب مرحوم سید اصغر حسین کاظمی مرحوم سید کاظم حسین کاظمی مرحوم سید الطاف حسین کاظمی مرحوم ملکہ فاطمہ صاحبہ مرحومہ کی روح کے لیے شاد فرمائیے
اور ایک سورہ فاتحہ سے سید علی حسین صاحب مرحوم، احمدی بیگم صاحبہ مرحومہ، سید کوکب حسین صاحب مرحوم، سید فدا حسین صاحب مرحوم، سید مہدی حسین صاحب مرحوم، محمد اعظم خان مرحوم، نثار حسین صاحب مرحوم، میر غلام حسین رضوی صاحب مرحوم، فرحت بیگم صاحبہ مرحومہ، سید سجاد حسین عابدی صاحب مرحوم، شہزادی بیگم صاحبہ مرحومہ، سکینہ بیگم صاحبہ مرحومہ، سید میر واجد علی رضوی صاحب مرحوم، سیدہ صغرا بیگم صاحبہ مرحومہ، سیدہ شفیع النساء بیگم صاحبہ مرحومہ، اور حاضرین مسجد کے تمام مرحومین کے لیے شاد فرمائیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أنعامهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب اللهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنهم ملا ذريتهم في الفلك المشحون وخلق
خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم الله يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَنِبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن مومنات مرحومین حضرت آدم تائندہ بالخصوص سید عباس حسین پرویز ابن سید احمد حسین پرویز احمد حسین صاحب مرحوم کے لیے شاد فرمائیے Thank you.
सलवात। पहुँचे ये नज़्म यूं ज़ीशान के सामने जिस तरह पाए तस्की के वास्ते खाली कटोरे असगरे रोका बहन से कहते थे हजरत ये रोजे कत्ल हम से है हलाल में तो ये हुक्मे रसूल हो है वाकबाना है के सामने वा हसरता के फातिमा सर पीटती रही प्यासे हुसैन ज़िबा हुए मां प्यासे हुसैन ज़िबा हुए नीचे सरे हुसैन हो और तख्त पर यजीद फैलाए पाँव बैठाओ फैलाए पाँव बैठाओ कुरान के सामने دل و زخم خنجر فولاد اللما وہ استراب قاطر ناشاد اللما وہ عشق سوز اور وفریاد وہ عشق سوز اور وفریاد اللما بیٹا نہ ہو تو زیست کا फिर क्या मजा रहा जब घर उजड़ गया तो ज़माने बिगड़ा जब घर उजड़ गया तो ज़माने बिगड़ा बिछड़ा वो लाल जिसका गवारा न था फिरार फरमाते थे के लूट लिया तूने ऐ राख ऐ मौत जल्द आके बस अब जिंदगी है शाख खंजर की आरजू है शहादत का इश्तियाक बर्बाद से तरह कोई आबाद घर ना हो क्या जिंदगी का लुत्फ जब अपना क्या जिंदगी का लुत्फ जब अपना प्यारे न थे
हुसैन अलैहि सलाम के लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के थर्रा रहे थे पाँव शहे तशन काम के सरदोष पता से नबे सरदोष पता से नबे फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए हम ऐसे सख्त जाते हम ऐसे सख्त जाते पुरसा तुम्हें शहीद का देने को आए हैं किस किस के दागाज जिगर पर उठाए हैं पीटे हैं खाक उड़ाए हैं आंसू बहाए हैं ये हम तुम्हारे लाल के खौम ये हम तुम्हारे लाल के खौम सर था हुसैन बेकसो तन्हा की गोद में बेटे की जान निकली है बाबा की गोद में बेटे की जान निकली है बाबा की गोद में देखा ये कह के बाली सकीना को यासे लिपटी वो दौड़ कर शहे गर्दू असासे ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यासे बोली वो तृष्णा काम शहे हक्षना से क्या इस बला के बन से तहैया सफर का है सदखे गई बताओ सदखे गई बताओ फरमाया शहने सफर ना गुजीर है आओ गले लगो के ये सोहबत अकीर है अब आरज़ूए पुरबे खुदाए खदीर है तनहाए हम सिपाहे मुकाम तनहाए हम सिपाहे मुकाम तय हो ये मरहला जो आनत खुदा करे जिसका ना कोई जिसका ना कोई दोस्त भी जाना है नूर शब को जो आना न हो इधर जिद करके रोयो ना हमें चाहती हो गर पहले पहल हयात शबे फुरखते पदर सो रही हो माँ की छाती पार गुर्बत से रख के सर राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है अब यूँ बसर करो यतीम मौका दौर अब यूँ बसर करो जो यतीम मौका दौर है मन्ने से हाथ
दौड़ के बोली वो तृष्णा काम बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम आँखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम खुल जाएगा ये दरवाजा खुल जाएगा ये दरवाजा बीबी न पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका बाप बच्चा यतीम मर जाए जिसका बाप बच्चा यतीम है। مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے घटा घटा के फलक घटा घटा के तेरी मदद का फ़क़त याली भरोसा है किसी के आस नहीं रखते किसी के आस नहीं रखते हुसैन कहते थे पूछते पर से गिरता हूँ मदद का वक्त है बेकसी संभाल मुझे मदद का वक्त हुसैन कहते थे परवरदिगार रहियो गवाह के कत्ल करते हैं के कत्ल करते शाम का तीरों से जिस्म चन गया शाह अनाम का चिल्लाया नाम लेके लई खास आम का ए मरा भाई हमला किया तूने काम का आ मेरे रुस्तमाना अमादो हुसैन को नौको बबर जिया उठालो सैन को नौको बबर जिया उठालो सैन को शफ़क़त से गा
गर्दन में डाल कर बोले हमें कुछ आँखों से आता नहीं नजर, घोड़े तू चल के गंजे शहीदा में गौर कर आराम करते बापा मेरे दिल को करार दे आशक को चल के उनके बराबर उतार, घोड़ा कदम कदम सुए मक्तल हुआ रवा, याने नशे के जिस्म को हो सदमे तका, एक नौजवान की लाश पा ठहरा वो नागा बोझों पुकारे बोझों कर बैठा जो जुलझला के आप उतरे जीन से दो हाथ काटते हुए निकले जमीन से दो हाथ काटते हुए निकले जमीन से उन्हें हाथों का मिला जो सहारा हुसैन को घोड़े ने बेटका नैदा जिला ने दौड़ के फिर तो रहा न जब फिर तो रहा न जब जलती जमी पाकश गई साथ पड़े रहे जल्लाद गिर्द तेगों को खेचे खड़े लो मोमिनो लरस्ता है अब दश्ते करबला लोग जो अब दुल लोग जो अब दुल लो शिमर देवा करने लो आप जुरिया नबी दा देगा लो आप जुरिया बेटे मुएना निकली मगर अब निकल पड़ी मोड़ा पोए जैनब निकल पड़ी मोड़ा पोए सैनियो जैनब निकल पड़ी معروضۂ آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محب اہل بیت سید عباس حسین صاحب المعروف پرویز مرحوم ابن ذاکر اہل بیت سید احمد حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقاموں کی روح کے لیے سال فرما کر ہوں ایک اعلان آپ حضرات کی خدمت میں ہے کل 4:30 علاوہ سرتوخ مبارک میں ملی سے سید الشہداء بسلسلہ زیارت محترم جناب وزارت علی خان صاحب المعروف ہادی والا جہی ابن جناب محمد مہدی خان والا جہی صاحب کے لیے رکھی گئی ہے اس ملی سے اعزاز سے ذکر کی سعادت مجھے کو حاصل رہے گی
आप हजरात से मारूज़ा है कि इस मजलिस में शिरकत फरमा करके ममनून फरमाएँ। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الشجاع الغدن فرقاسم توبة وسقر الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار إمام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مظهر الأجايب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ذن محترم شهر ماه مبارك رمضان یقینا یہ عظیم ترین مہینہ کہ جہاں مومنین کے لیے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے اور اس کے وسائل بھی بتائے گئے ہیں کہ انسان مسلسل اس میں اعمال و عبادات و انجام دیتے رہے۔ نماز تو مسلسل ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن یہ مہینہ خصوصیت سے صیام کا مہینہ کہلایا جاتا یعنی روزوں کا مہینہ، اور یہ روزوں کے مہینے کے لیے خصوصیت سے خداوند عالم نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے رکھتا، چنانچہ اس کی جزا بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، کیونکہ روزہ باطن شے کا نام ہے، ظاہراً یہ ہے کہ ہم کھانا پینا ترک کرتے ہیں لیکن یہ روزہ کس کیفیات سے گزرتا ہے یہ باطنی حالات ہیں، اور یہ بہتر سے بہتر خدا جانتا ہے کہ کون کس نیت سے روزہ رکھا ہے، کیا کیفیت میں ڈوب کر کے روزہ رکھا ہے، اخلاص کتنا ہے، اس میں کس طرح اللہ سے رضا حاصل طلب کرنے کے لیے انسان اس بھوک و پیاس کو ترک کرتے ہوئے اس بھوک و پیاس کی منزل سے گزر رہا ہے، کھانا پینا ترک کر رہا ہے وقت معلوم تک، تو یہ ساری چیزیں خدا کے پیش نظر ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب ہے، اسے میرے چاہنے والے کبھی اپنے قریب آنے نہ دیں۔ مجلس کا تحفہ ہے، مرحوم کو اصال ثواب پہنچائیں، ہم مستفید ہو جائیں۔ امام نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، کبھی اپنے قریب اپنے ذہن میں یہ باتوں کو پیدا ہونے نہ دیں۔ پہلی چیز امام نے فرمایا کہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، تجزیہ کر لیجئے گا، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ساری چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں، یہ سب عمل صالح ہیں، حسن عمل ہیں، سب چیزیں ہیں، انسان بجا لانے کے لیے فکر مند رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، اسے بجا لانا چاہیے۔ جب امام نے خود فرمایا ہے کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اسی لیے کہ وقت تمہارے پاس بہت کم ہے، کب کون اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہے نہیں معلوم، موت اللہ کی طرف سے آئے گی،
किसी और वजह से नहीं आएगी। ये भी जब बात जहनों से निकाल दें कि कोरोना की वजह से मैयत हो रही है, इंतकाल हो रहा है, या बीमारी के तरफ से, या फला हादसे के तरफ से, नहीं। कुरान पर अगर ईमान है तो इस आयत पर भी ईमान रखें कि जो सूरह यासीन की आयत है, इन्ना नहनो नुहियल मौता, हम हैं मौत के नाजिल करने वाले। सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर ऐसा है तो कितने कोरोना पेशेंट्स, आप कहिए मुझे कि कितने सेहतयाब हो गए। खुद इनकी तादाद ही बता रही है कि लाखों में मुतासिर हुए और लाखों में सेहतयाब हो रहे हैं। तो मौत अल्लाह की तरफ से आने वाली, अल्लाह नाजिल करने वाला है। सबब हमें बनाना है कि मौत हम कैसे पाएं। तवज्जो फरमाइए, क्या मतलब कि हमारी मौत कैसे वाक़े हो, कि अगर मौत आए तो हम साहेब ईमान हो या कुफ्र की मौत मरे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मौत से डरना नहीं है, डरना इस बात से है कि मौत आने से पहले हम देखें आलम नदा में हमारी कैफियत क्या होती है, कि हम साहिब ईमान हैं कि नहीं हैं, हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं, हम कलमा गो हैं कि नहीं हैं, आखिरी वक्त जमान पर या अली है कि नहीं, दिल में गमे हुसैन है कि नहीं। इसलिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम, वक्त नहीं है तफसीलात अर्ज करने के, अज़ीज़ाने गिरामी मुख्तसरन अर्ज कर दूँ। इमाम से किसी ने पूछा कि मौला, जब आपका कोई चाहने वाला अगर मरता है, इस दुनिया से जाता है, तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, जबान पर मुस्कुराहट रहती है, ऐसे मालूम होता है कि रूह तो निकल गई मगर जिस्म इत्मीनान हासिल किया हुआ है। और दूसरे हमने देखा कि उनकी आँखों में आंसू नज़र आते हैं, लबों पर मुस्कुराहट और आँख में आंसू, ये क्या माजरा है। तो इमाम ने फरमाया, हमारे चाहने वाले की दलील ये है, विलायत के सबब हमारे जद के चेहरे की जियारत करके मुस्कुरा देता है, और लम्हे आखिर में हमारे जद हुसैन की मुसीबत को याद करके आंखों में आंसू लाता है। ये दोनों चीज़ें लेकर के जब खबर में जाता है तो मलाइका उसे इस तरह नाजिल होते हैं कि वो मुबशर और नज़ीर बनकर आते हैं, यानी बशारत देने वाले होते हैं, नज़ारत यानी वहीं कब्र में नज़ारा दिखाने के लिए आते हैं। तेरा ये मुकाम आला इल्लीन में है कि विलायत के सबब, अज़ाए हुसैन के सबब तू दुनिया में ज़िंदगी गुजारता रहा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। पहली चीज, लेकिन इसके बाद इमाम ने फरमाया कि कभी ये चीज़ को अपने करीब आने ना देना कि ये तजिया हो जाए कि मेरे आमाल बहुत हो गए, मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ ली, इतने रोज़े रख लिए हैं। नहीं मालूम कितनी नमाज़ें कबूल हैं, कितने रोज़े कबूल हैं। तवज्जो फरमाइएगा, ये खुदा ही बेहतर जानता है। हाँ, ये उम्मीद रखना ज़रूरी है कि बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे आमाल कबूलियत का दर्जा पाते हैं। एक और वजह बताई है इमाम ने, तुम्हारे दिल को यकीन होने के लिए कि तुम्हारे आमाल कैसे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहे हैं। किसी साहिल ने सवाल किया था तो इमाम ने फरमाया, ताकि जब जब अमल करते जाओ अपनी सीरत पर नज़र डालते जाओ, अगर इर्तिखा की मंजिल में है तो फिर तुम्हारे आमाल कबूल हो रहे हैं, नहीं नफ्स वही कैफियत पर रुका हुआ है तो फिर अपने नफ्स का भी जायज़ा लो, अपने अमल का भी जायज़ा लो, अपनी नीयत का भी जायज़ा लो। सलावात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद। ये एक मंजिल है। और दूसरी मंजिल ये है, इमाम ने फरमाया कि अपने गुनाहों से गाफिल हो जाना। अल्लाहु अकबर। इमाम ने फरमाया, हमारे शिया मुसलसिल इस्तग़फार करते रहे, क्योंकि कई ऐसे गुनाह हैं कि जो हमें खुद मालूम नहीं, हम अंजाम दे चुके हैं। तवज्जो फरमाइए, सिर्रम व अलानिया। आप शब जुमा पढ़ते हैं दुआए कुमैल में कि मौला फरमाते हैं कि ऐसे दुआएं हैं, ऐसे गुनाहें हैं कि जो छुपे हुए भी हैं और ज़ाहिर भी हैं। इसीलिए तुमको चाहिए कि हमेशा ज़बान पर इस्तग़फार न सिर्फ जारी करें बल्कि खुदा से उम्मीद ही यही लगाया जाए
کہ پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، صلوات پردے محمد آل محمد۔ اور تیسری منزل جو امام نے فرمایا کہ جو انسان غفلت میں رہ جاتا ہے، کبھی اس بات کو ذہن میں آنے نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، توبہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اسی لیے کہ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہیں واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جب اللہ جس کا دوست ہو جائے تو دنیا و آخرت میں اس کی نجات ہے۔ صلوات پڑھ محمد آل محمد۔ یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور اپنے اعمال کو زیادہ نہ سمجھیں، اپنے اعمال کو حقیر سمجھیں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اپنے آپ کو حقیر ثابت کریں گے وہ آپ کو ارفع و اعلیٰ بنا دے گا۔ اس لیے سجدے میں جب آخری لمحات میں آپ کہتے ہیں یا ربی ارحم عبدک الضعیف ذلیل الحقیر المسکین المستقیم، یہ جملہ امیر المومنین نے عطا فرمایا ہے دعائے کمیل میں کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ حقیر ہوں، ذلیل ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، تم جیسے جیسے یہ کہتے چلے جاؤ گے خدا اس کے برعکس، تم اپنے آپ کو ذلیل کہہ رہے ہو خدا تمہیں عزت عطا کرنے والا ہے، تم اپنے آپ کو حقیر کہہ رہے ہو اللہ تمہیں اعلیٰ بنانے والا ہے، تم اپنے آپ کو مسکین کہہ رہے ہو اس کی بارگاہ میں اللہ تمہیں غنی بنانے والا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بس عزیزو ایک ایسے مرد مومن کے لیے سال ثواب کی منلس رکھی گئی ہے کہ جو محب اہل بیت اور ادائے حسین، یقیناً ابھی حال ہی میں مجالسوں میں شرکت کرتے ہوئے مصیبت حسین پر آنسو بہاتے ہوئے رہے، اور خود ایک ذاکر اہل بیت کے فرزند رہے کہ جو علاوہ سرتوخ مبارک میں مسلسل صبح اولین ساعتوں میں نہ صرف مجالس پڑھا کرتے تھے بلکہ تمام عالم کے مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت، دعائے صحت اور تمام حاجات کی قبولیت کے لیے چوتھے امام کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ ایسے ذاکر اہل بیت کے فرزند جناب پروے صاحب اب ہمارے درمیان میں نہ رہے، یقیناً ان کی بیٹیوں کو بڑا غم ہوا، ابھی آپ نے ذکر سماعت فرمایا مرثیے میں کہ یتیمی ایک ایسا داغ ہے کہ جسے سکینہ خود دامن شاہ کو تھام کر کے کہہ رہی تھی کہ بابا یہ بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ حسین خون کے آنسو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی یہ داغ تجھے پتا چل جائے گا کیا ہے، ہائے میرے باپ تجھے تماچے لگائے جائیں گے، تیرے کالوں سے گوہر چھینے جائیں گے۔ سچ بتائیے عزیزو جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سہارا دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، مگر واہ محمد واہ غربتا، ہائے سکینہ کو عجیب پرسا ملا، ارے جنازے سے لپٹ گئی، جدا کرنے کے لیے شمر آگے بڑھا، تازیانے لگا رہا ہے، تماچے لگا رہا ہے، واہ محمد واہ غربتا، حسین کا لاشا بے گوروز۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي عمل قلب ينقلبون۔ پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، اس ذکر کے پہل میں ہمارے اعمال عبادات کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما دے، جو مومنین و مومنات انتقال فرما گئے ان کے ارواح کو بخش دے، خصوصاً مرحوم سید عباس حسین پروے صاحب ابن ذاکر اہل بیت سید احمد حسین صاحب کی روح کو بخش دے، ان کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما دے، اس مجلس کا ثواب ان کی روح سے مخصوص فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میں مولا کے انصار میں شمار فرما، مقرر معاوضہ ایک سورہ فاتحہ سے سید عباس حسین صاحب پرویز ابن ذاکر اہل بیت سید احمد حسین صاحب پرویز و جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے پڑھ کر کے